هل في مثلا وزن، لو انا مثلا عايزه اجل كميه معينه، هل في وزن اجلى، انه اجلى وزن عشان اخد البالونه دي لازم اكون محتاجاه؟ هو بالظبط، هو احنا زي ما قلنا مؤشر كتلة الجسم لازم يبقى يعني لغاية 30 او احيانا 35. بعد المعدل ده من يعني مقياس ايه كتلة، 30 او هو 35؟ ايه حساب، هو هو احنا بنحسب ازاي مؤشر كتلة بالظبط الجسم؟ كده عشان احنا الموضوع يبقى بنحسبه بس ان احنا واضح؟ بناخد وزن المريض وطوله، وبنقسم وزن المريض على مربع الطول تمام. وبيدينا رقم. الرقم ده المفروض ان هو يعني طبعا على حسب بقى درجة السمنة، لان أكيد السمنة درجات، لغاية 30 او احيانا لغايه 35 بنقدر نركب البالونه. الكتلة، بنتكلم على الكتلة 30 مقياس مش كتله بالكيلو الجسم، جرام. هو مش بنتكلم على الوزن. اللي هو عاوز يقللها من جسمه، عايز يفقد الوزن ده من بالظبط، جسمه 30 او هو بيبقى في 35 الوضع كيلو. ده التارجت بتاعه في تقليل الوزن بيبقى من 20 ل 30 كيلو، تمام. وده النطاق اللي هي البالونه تقدر تساعد المريض ان هي يعني يخس الوزن ده. بس ده الدكتور اللي بيحدده طبعا، يعني الحسابات اللي بالظبط حضرتك قلتها، عشان بالظبط، طبعا ده مش هيبقى حاجه بالنسبه مش للمرضى متعارف اه مش متعارف عليها، او مش من الطبيعي ان انا احسب كتله وزن جسمي قبل ما اروح لدكتور. ده الدكتور هو اللي بيقرر الموضوع الدكتور هو اللي بيحسبها. طبعا. بس هي فكره ان احنا المريض بيخس قد ايه، دي بتعتمد على من كل شخص لشخص؟ بتختلف من شخص لشخص، تمام. من شخص لشخص. وعشان كده برضو صعب التنبؤ بان المريض هيخس وزن قد ايه، لان طبعا دي بتختلف على حسب العوامل الجينيه وعلى حسب طبيعه الجسم وعلى حسب اذا كان بس في راجل او افريج اذا برضو، كان نعم بس في افريج بالكيلوجرامات برضو في يعني، افريج. طب ما احنا بنتكلم صح الافريج كده؟ اللي هو من 20 ل 30 كيلو، ده الماكسيمم بتاع البالون او الافريج بتاع البالون هل في في اجلة؟ يعني انا في مثلا عايزه اقل. اجيل عايزه 5 كيلو مثلا فرضا، هل وقتها همشي للدكتور يقول لي استعملي بالونه، ولا بعد كده ولا طرق محتاج؟ تانية ايوه، مثلا؟ هو يعني الحقيقه ان البالونه تعرضت في وقت يعني قريب قوي يعني تشويه سمعتها شويه، ان بعض الناس كانت بتتكلم ان احنا ركبنا البالون وما خسيناش، بالظبط وفي كده. ناس ركبت البالون وخست اكتر من 30 كيلو. ويعني العامل الاساسي في الموضوع ده ان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنتبع تعليمات معينه، والتعليمات دي بنمشي عليها عشان نوصل لنتيجه مثلى. لو ما مشيناش مع بعض بالخطوات الصح هتبقى في النتيجة هتبقى مشكله. مختلفة طبعا. تعليمات على أساس إن أنا معايا دكتور مثلا تغذية، أو أنا بمشي على دايت معين، يعني أنا متخيلة إن أنا لو هاخدت البالونة خلاص حطيت البالونة ومستنية أخس بقى يعني خلاص. بالظبط، عشان فكيف كده احنا بنتكلم مع المريض دايما قبل المنظار، تحضير؟ ونتكلم ونقول له ان البالونه لوحدها مش هتخسسك، مش بتعمل حاجة. احنا لازم البالونه هي عامل مساعد، الجزء الثاني هو نظام التغذيه اللي احنا هنمشي عليه. عشان كده مهم جدا يبقى متابع مع حد تغذيه في اثناء فتره وجود البالونه.